وللحديث عن الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية ودلالات نسب المشاركة الحالية، معنا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله، الباحث والكاتب السياسي. أهلا بك معنا دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل، أهلا بك معنا. اهلا وسهلا، اهلا وتحيه لكم وللساده المشاهدين. حياكم الله. دكتور اسماعيل، هل كان يستحق ماكرون الفوز في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه برايك؟ والى اي مدى يمكن القول ان الناخب الفرنسي عاقبه بالامتناع عن التصويت؟ بكل تاكيد هذه النتيجه كانت متوقعه، وكنا اعطينا قراءه لهذا المشهد على اساس بان ماكرون سوف يكون ناجح ومؤهل لان في دوره او في عهده ثانيه، لا لشيء الا لانه يقابل مشروع مرفوض، مشروع يمين متطرف الذي يرفضه الشارع الفرنسي. وان كان هناك فئه او تيار يتفاعل مع هذا المشروع، لكن الاغلبيه الساحقه لا تريد هذا المشروع. والأكيد أن من صوت لماكرون اليوم النسبة الكبيرة منه ليس حبا وتفاعلا مع مشروع ماكرون، وإنما هو سدا ومنعا ووقوفا أمام هذا المشروع، مشروع اليمين المتطرف. وبالتالي فالنجاح كان مؤكدا، رغم أننا نعلم أنه سوف تكون منافسة حادة، والنتيجة أيضا أن كنا نتوقع بأن تكون النتيجة هكذا متقاربة، لأن اليوم ماري لوبان يعني تطرح نفسها انها تزاحم التيار الماكروني ان صح التعبير. فالنتيجه التي تحصلت عليها ب 41% تعتبر نتيجه تؤهلها وتجعلها قوه سياسيه. اليوم حقيقه ماكرون نجح بنسبه 58%، هذه النسبه تجعل منه ربما يتحرر في هذه العهدة ثانية لنظامه ومنظومته في الإليزي. نعتقد أنه سوف يتحرر، سوف تكون له نوع من الاستقلالية ومن الحرية من باقي التيارات التي كان يحاول أن يرضيها ويغازلها، ومن بينها التيار اليمين المتطرف. نعم، ولكن هناك 28% يعني نسبة عدم التصويت، الامتناع عن التصويت. نعم، كنا نعلم بأن الثلث سوف يقاطع. نحن كنا في البداية كنا نقول بأن ثلثين سوف تكون المشاركة بثلثين وثلث للمقاطعة، يعني مقاطعة بما فيها الثلث هذا يكون مقاطعة بالمقاطعة، ويكون حتى بالمشاركة بالورقة البيضاء. إذن فهذه النسبة حقيقة هي مؤشر على أن هناك عزوف وهناك عدم رضا من فئات عريضة من المجتمع الفرنسي، أنها أصبحت لا تؤمن بالعملية السياسية، وأصبحت أيضا لا يعجبها ولا لا تتناغم او لا يعني هذه السياسات المطروحه والمشاريع السياسيه المطروحه لا تتناغم مع ما تطلبه وما تطمح اليه هذه الفئه. نعم، هذه نسبه 28% هي نسبه مقاطعه، والدليل على ذلك او ان نقول بان هناك الفئه او التيار الذي صوت لميلونشون كذلك كانت هناك تصرح كانت نسبه من صرحت بانها سوف لن تصوت وتعاقب، يعني تصدر ما يسمى بالعقاب الانتخابي. هذا يدل على انها غير راضيه بالمشاريع السياسيه المطروحه، لانها كانت امام مشروع يمين متطرف وامام مشروع ماكروني ربما يراه الكثير بانه مشروع فاشل. بالمقابل دكتور اسماعيل، يعني الا تلاحظ ان التوجه لليمين المتطرف كان لربما ابرز ما يميز هذه الانتخابات؟ يعني لوبان كما تحدثت تحصل لاول مره على نسبه اكثر من 42%، وهي ذاتها يعني وصفت هذه النسبه بالتاريخيه.
نعم نعم هي نسبة، لكن لا أعتقد أن هذه النسبة هي تمثل هذا التيار ككل. هناك من صوت لهذا لهذه، أنا قلت بأن هناك من عاقب ماكرون بأنه صوت لصالح ماري لوبان على أساس عقوبة على أن لا يعني عقابا للمشروع الماكروني فقط. هناك نسبة من التيار الذي صوت لليسار الراديكالي السيار اليسار ميلوشون، هناك يعني نسبة كبيرة من صوتت أو نسبة معتبرة صوتت لمارين لوبان، وبالتالي فالقضية ليست 41% هذه التي تحصلت عليها مارين لوبان لا تعني بأنها هي كتلة اليمين المتطرف. هناك تحالفات وهناك فئات وهناك تيارات من أعطت أصواتها لهذا التيار، لكن الواقع أيضا حتى لا ننسى المعادلة غير مكتملة. المعادلة تكتمل عندما نضيف لها التيار الذي صوت لميلونشون. نحن نعلم بأن ميلونشون قد تحصل تقريبا على 8 ملايين، والثمن ملايين ماري لوبان في الدور الأول تحصلت على 8 ملايين وفوق 8 ملايين هكذا. فيعني ما تحصل عليه ميلونشون تقريبا يعني ما تحصلت عليه مارين لوبان، ميلونشون قد يعني قارب هذه الكتلة التي تحصلت عليها مارين لوبان. طيب ما مدى تأثير الإسلاموفوبيا في هذه الانتخابات نسبة إلى يعني الملفات الداخلية؟ بطبيعة الحال هذه 41% من بينها نسبة التيار الإسلاموفوبي، التيار الذي يكن العداء والعنصرية ويمارس نوع من العنصرية والكراهية للمكون الإسلامي. هذا حقيقة هذا هو تيار، ولهذا ماري لوبان كانت دائما في صعود، تصعد بورستها الانتخابية تصعد بهذا المشروع أو المشروع الإسلاموفوبي الذي دائما تطرحه، فهي ورقة رابحة، وبهذا هي ظهرت وبهذا كانت لها هذه الكتلة. الواضح أيضا أن هناك يعني الذين صوتوا لميلونشون في نسبة كبيرة من هؤلاء من ينتمون إلى المكون الإسلامي الذي أراد أن يعاقب اليمين المتطرف، وأيضا يعاقب التيار الماكروني الذي حتى ماكرون في عهدته الأولى حاول وذهب إلى يعني استفزاز هذا التيار إن صح التعبير في بعض من القوانين وبعض من إذن كنت ضيفنا من باريس الباحث والكاتب السياسي الدكتور إسماعيل خلف الله، شكرا جزيلا لك.